السلام عليكم. وبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمي شوية علاء الدين، من ولاية تيبازا. جيت لولاية الواد عند جروب اش بي ترونيكس باش نتعلم سكانر وفحص السيارات وبرمجتها، وكذلك مدخل إلى ميكانيك السيارات. بون، جيت اليوم نشارك معكم تطبيق فيما يتعلق بقطع غيار السيارات، بالك لو عندي ممكن يفيد بعض الناس. راه عندي هنا مثال انجكتور، نحوس نعرف وش من سيارة ممكن يطيح عليها. إيبا نروح لهنا لا ريشيرش، نكتب الريفيرونس تاعو راهو هنا، نكتبوه مع بعض. 96 86 19 10 80 19 10 80 وندخلوا لهنا لا ريشيرش ونكتشفوا مع بعض الانجكتور هذا. الانجكتور هذا راهو لامارك دالفي. نشوفوا مع بعض السيارات اللي ممكن انه يتادابت معاهم. السيارات اللي عندنا هنا اللي يتادابت معاهم الانجكتور هذا، عندنا سيارة سيتروان سي 4، سيارة سيتروان سي 8 سي 5، سيارة فيات سكودو كاميونات موتور ديزل ملتي جات، سيارة فورد فوكس لا 2 لتر تي دي سي اي، سيارة فورد كوجا لا 2 لتر تي دي سي 4x4، سيارة بوجو 308، سيارة بوجو 407، سيارة بوجو 5008، سيارة بوجو 807. ونذهب إلى إلستراسيون لكي نكتشف هذا الانجكتور. كيف نفسه مع لافوتو. ويرجى مشاركة هذا الفيديو والدخول إلى صفحة اش بي تونيك بولاية الواد، وأعدكم أنكم ستستفيدون كثيرا من هذا المجال، وشكرا لكم.